النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 281 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 11 من شهر سبتمبر 2024 إلى 11 من شهر ديسمبر 2024. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.13%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 185%. طرحت وزارة الصناعة والتجارة أحد الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية التابعة لها للمزايدة، وذلك لتطوير وتشغيل محطة للوقود والمرافق المساندة لها بمنطقة سترة الصناعية بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات تفعيلا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق أكد المهندس محمد خالد نور مدير إدارة المناطق الصناعية أن هذا المشروع يتضمن تخصيص موقع بمنطقة سترة الصناعية بمساحة تبلغ 8000 متر مربع، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات الداعمة للمنشآت الصناعية بمنطقة سترة الصناعية وفقا للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين لهذه المشاريع. والآن نترككم مع إداء الأسواق المالية الخليجية. ذكر تقرير لشركة موردر انتليجنس إن حجم سوق البناء في البحرين قد فاق قليلا 3 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 مليارات و730 مليون دولار بحلول عام 2029، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.8% خلال الفترة المتوقعة وهي 2024-2029. وأضاف التقرير أن المبادرات الحكومية القوية للاستثمار في مشاريع البناء الكبرى هي التي تقود السوق، كما أن العديد من الإصلاحات في سوق العمل المدعومة من مجلس التنمية الاقتصادية ساعدت على تعزيز النمو وتحسين الإنتاجية والإنتاج في قطاع البناء. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. يصادف يوم الاثنين 9 سبتمبر الذكرى السنوية 15 لتشغيل مترو دبي، وسجل المترو نموا مستمرا في عدد مستخدميه، إذ بلغ عددهم خلال 15 سنة قرابة 2.4 مليون راكب. وبات المترو الخيار الأول لنقل الكثير من السكان والزوار، حيث يقدر متوسط عدد الركاب بنحو 730 ألف راكب يوميا، وبلغت نسبة الالتزام بمواعيد جدول الرحلات 99.7%، وهي نسبة تفوق المستهدف في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة المواعيد الرحلات.